ايه شو السودانيين؟ هات عندنا مكون هنا مكون على بركة الله. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، هكذا أعلنت انطلاقة الشوط السادس للصعاب على البركة. نسير مع البداية ونسير مع المقدمة كيفان عبد الله بن حمد بن سعيد الحرسوسي من يقدم كيفان، وكذلك حصل تغيير من قبل شاهين محمد بن سهيل بن عويضان العامري من يقدم شاهين على بداية هذا المسار، والوصول من قبل اللي وصل نجد سعيد بن عبيد بضفيرة من يقدم نجد على بداية هذا المسار، وبن عويضان كذلك يندفع بثلاث أسماء في ثاني وثالث ورابع المراكز، والوصول كذلك من كيفان اللي واصل، والدخول من اللي وصل من الجانب الآخر وصل فيه من يحمل رقم كذلك 82 اللي وصل شاهين علي بن خليفة بن علي بن سيفة الاكتبي، ولكن كيفان على البداية، كيفان عبد الله بن حمد بن سعيد الحرسوسي من يقدم كيفان على الانطلاق الأول، تابع الوصول في ثاني المراكز شاهين علي بن خليفة بن سيف الاكتبي من يقدم في هذا المسار، وضيدان اللي واصل شاهين ضيدان بن سالم المري من يقدم شاهين، ولكن كفو على البداية، كفو على المقدمة، وكيفان على الانطلاق الأول راح بسم الله ما شاء الله، أصدرت الأوامر الثلاثة اللي بهنزان اللقاء، وين بيروح الشوطة؟ غير ضيدان، غير شاهين، ضيدان بن سالم المري النقطة الثالثة يمسى هذا اليوم، أو النقطة الثانية مع هذا الحضور، شاهين ضيدان بن سالم المري، تهانينا والناموس أهالي الشحانية، لحظات الفوز والانتصار هنا مع شاهين ضيدان بن سالم المري، ثاني المراكز شاهين علي بن خليفة بن علي الاكتبي، ثالث المراكز وصل كيفان، كذلك عبد الله بن حمود بن سعيد الحرسوسي، تهانينا والناموس، التوقيت الزمني دقيقتين و17 ثانية.